الآن نذهب مرة أخرى لمتابعة جزء آخر من إحدى جلسات الحوار المجتمعي. في إطار بحث مجلس النواب عن رؤية توافقية تعبر عن ما يدور داخل الشارع المصري حول التعديلات الدستورية المقترحة، دعا البرلمان لعقد عدد من الجلسات كحوار مجتمعي لمناقشة كافة الآراء المتباينة حول هذه التعديلات. سيد المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطن. بداية سيادة الرئيس، احنا بنوافق على التعديلات الدستورية التي تقدم بها مجلس النواب 20% من أعضاء مجلس النواب، وبنأيدها جميعها، ولكننا يعني نقول أن حينما سن دستور 2014 كان يتسم بالتضييق، ومنه تضييق المدد الرئاسية وخلافه، فنحن مع فتح المدد الرئاسية إلى 6 سنوات، ومع المادة الانتقالية أصلا، لأننا نحتاج بالفعل إلى يعني الزعيم عبد الفتاح السيسي لقيادة المرحلة المقبلة. السيد المهندس أحمد أبو النضر، رئيس حزب نهضة مصر. بعض الملاحظات التي نرى أنها يعني ضرورية، اولا فيما يختص بالمادة 140 خاصة برئاسة او مادة رئاسة الى 6 سنوات، بالتأكيد نحن نؤيد، ولكن بنرى ان تنضم الى المادة الانتقالية فيصبح مادة واحدة، ابتعادا عن اي شبهة لتخصيص هذه المادة للسيد الرئيس، وبالتالي انضمت هاتين المادة في مادة واحدة يمكن تكون اقرب للواقع. ثانيا فيما يختص بتعيين نائب رئيس الجمهورية، اعتقد ان هناك خلاف على هل يعين ام ينتخب مع السيد الرئيس. السيد الاستاذ شريف الحسيني، رئيس حزب النصر. اتفضل سيادتك. اتمنى في نص اللي هو 140 بخصوص رئيس الجمهورية، اتمنى ان هو يكون يختار النائب بتاعه، لسبب لان دايما الانسان الناجح بيختار اقرب واحد اللي يقدر يساعده على النجاح، فدي من ضمن الاختيارات بتاعة شريف الحسيني وحزب النصر والتحالف الاحزاب المصرية. دي جزئية. الجزئية التانية، اتمنى من الله ان يرى رئيس الجمهورية ان يتم اختياره واحد من رؤساء الاحزاب، يتم اختيارهم من خلال الاحزاب، ودي تبقى اول مرة وسابقة من نوعها. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا شايف إن المرأة الكوتا بتاعتها 25%، في بعض المناطق ما تقدرش تغطي 25% من المرأة، لأن تختلف الثقافات اللي موجودة بين المرأة، فكل منطقة تختلف. الكلمة الآن للسيد الأستاذ عبد المنعم علي إمام، رئيس حزب العدل. لما انتخب الشعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا في رأيي إنه كان جزء كبير جدا من الأحلام الكبيرة اللي اتحطت، المشهد اللي شافته الناس ورئيس عدل منصور بيسلم السلطة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان نفسنا نراه بيتكرر. المسألة زي ما مهندس محمد سامي أشار قبلي، مسألة النهاردة مش في إطار إن احنا مدة الرئاسة من 4 ل 6 سنوات، دي مسألة ممكن يكون ناس كتير جدا رأيها إنها في إطار صحيح وإنه ممكن تعديل المدة ل6 سنين. أنا بوضوح شديد بقول إنه هذه المسألة في حاجة لإعادة نظر، وأنا بسني على الكلام اللي حضرتك قلته إن المسائل ليست نهائية، وبتمنى إعادة النظر فيها، إنه كتير جدا من الشعب المصري وكتير جدا من الرافضين للتعديلات أعتقد هيكون في إعادة نظر شديدة جدا لو لقينا نفسنا بنتكلم عن مدة انتقالية 4 سنين 2 و2، يعني مدة تكمل 12 سنة اللي إحنا هنحطهم لأي رئيس فيما بعد. الأستاذ الدكتور هشام أحمد العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد. إحنا ندافع عن حق المجلس وندافع عن حق الدستور في ان هو يجري تعديلاته زي ما حضرتك اشرت باجراءات سليمه ومحدده. لنا بعض الملاحظات انا بس عايز اطرحها لحضرتك. الماده 140 اللي هي بتثير جدل كبير جدا. موضوع المدد الرئاسيه او خلافه، موضوع 4 سنين و6 سنين، انا اعتقد ان 4 سنين حتى ان هي غير متوافقه مع مده البرلمان، وانا مش عارف برضه كان ساعتها بتثير تساؤل كيف تكون مده رئيس اقل من مده البرلمان، لكن هي عدت وقتها، فانا متوافق مع موضوع 6 سنين.
في نص بس انا اتمنى ان لا يحذف من انضباطه، وهو نص اصيل وحقيقي لم يشر اليه احد، وهو لا يجوز لرئيس الجمهوريه ان يشغل اي منصب حزبي طوال مده الرئاسه. التعديل المقترح حال عدم الاشاره لهذه الجمله يفتح الباب على مصراعيه حال عدم وجودها في راينا ان يتجول احد الاحزاب على الحياه السياسيه، وبالتالي سيكون هناك استنساخ لنظام اعتقد ان الناس كانت غضبانه منه. البعض اشار الى ان الحفاظ على استقرار مؤسسات الدوله واستكمال خطوات بنائها هو احد اهداف هذه التعديلات. السيد حسين ابو العطا رئيس حزب مصر الثوره. حزب مصر الثوره عضو تحالف الاحزاب المصريه والذي يضم اكثر من 40 حزب اعلن منذ البدايه وبداية التعديلات الدستورية تأييده التام للتعديلات الدستورية لما تستدعيه هذه المرحلة الخطرة والمرحلة الهامة والمرحلة المستقبلية لبلدنا الحبيبة مصر. سيادة الرئيس، أود أن أتقدم لكم بمزيد الشكر والعرفان لهذا الاقتراح بالتعديلات الدستورية والتي سيشهد لها التاريخ بأنها قدمت أكبر حماية لمكتسباتنا الحالية وأكبر ضمانة لمزيد من البناء والتطوير والازدهار. السيد الأستاذ رضا أحمد عبد الباري أبو حجي رئيس حزب مصر المستقبل. حزب مصر المستقبل وعضو التحالف موافق على التعديلات الدستورية ما عدا المادة اللي هي 102 اللي هي تخص ال 25% بتاعت المرأة. بالفعل احنا بنعترض على هذه المادة عشان ما نصطدمش بمادة اخرى او قانون اخر وهو قانون المساواة. أحمد عبد الرحمن المنصوري رئيس حزب الأحرار الدستوريين الجديد. بالنسبة لمادة نائب رئيس الجمهورية، احنا بنقول مش عايزين أكتر من نائب لعدم التصارع في السلطات، يعني مش عايزين السلطة يبقى فيها تصارع، لما يبقى فيه 2 نواب أو أكثر كل واحد هيكون ليه ناس وراه مناصرين، فهنا هيبقى في انقسام في التعامل، وفي الحاله دي هيبقى في صراع في السلطه، وصراع السلطه بيؤدي الى امور غير صحيحه. هذه الامور تشغلهم عن خدمه البلد. السيده الاستاذه ماجده محمد حسن رئيس حزب الانتماء المصري. حزب الانتماء المصري يوافق على هذه التعديلات لانها تؤدي استجابه ومطالب أغلبية الشعب المصري بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي نشعر به حاليا في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأقول كسيدة مصرية أن جميع نساء مصر يؤيدون تلك التعديلات. أما عن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء فهذا ليس تمييزا إيجابي ولكنه تقدير إيجابي للمرأة المصرية. ممارسة النائبات في مجلس النواب تثبت ذلك بشهادة الدكتور علي عبد العال. السيد الأستاذ محمود حسام الدين جلال رئيس حزب البداية. طبعا سيادتك احنا مش عايزين نحدد الأمر في شخص السيد الرئيس، الموضوع مختلف خالص عن كده. طبعا احنا انا اول واحد من الناس، ما اقولش احنا، انا بقول انا ويرى الأعمى قبل البصير الإنجازات التي تمت في عهد السيد الرئيس وفي عهد السياسيين المتولين قيادة البلاد دلوقتي، وده من فضل الله علينا. ولكن سيادتك احنا بنتكلم كمبدأ عام لا يخص السيد الرئيس شخصيا، احنا هنا كمبدأ عام من ناحية المدة طبعا شيء بديهي جدا، وأنا أول المقتنعين أن 6 سنين للمدة الرئاسية هي أولى من 4 سنين حتى يحق لرئيس الجمهورية أن يحط برنامج ويتولى تنفيذه. والناس اللي بتقول ان هو 6 سنين هيبقى 12 سنة انا ارفضه تماما، لان اي حق لاي مش بالشرط ومش بالتأكيد ان الرئيس الحالي او رئيس المنتخب في الفترات السابقة، انا اسف، الفترات اللاحقة
هيبقى ينتخب مرة أخرى. السيد الأستاذ حسن إبراهيم ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي. بالنسبة للواحد بالنسبة للانتخابات مجلس الشعب إن ده بيشرع قوانين، فبتمنى والحزب بيتمنى إن رفع السقف للمرشح إن يكون يا مؤهل جامعي أو على الأقل ثانوية عامة. بالنسبة للتمييز الإيجابي فالمراحل القادمة ممكن تشهد فئات كثيرة تشهد وتريد بوضع تمييز إيجابي لها، فالحزب يرى أن التمييز الإيجابي يكون لمدة دورة أو دورتين لا أكثر من ذلك، أو وضع سقف ليه بالنسبة للتمييز الإيجابي كلهم 30% من مجلس الشعب. إذا لعودة مجلس الشورى الحزب بيرحب بيها لأن ده بيسري الحياة السياسية. الجدير بالذكر أن الشفافية والسماع للآراء المعارضة والمؤيدة كانت أحد المحاور الهامة في جلسات الحوار المجتمعي.